كيفكم حال المتداولات؟ يعني تنستغرقنا واحد الوتيره اللي هي ثلاثه ديال الشباب وتنكونوا من دائما جينا من خافين وتنشاركوا في الثقافه والطموح ديالنا تي صراحه ما تكونوا حي الاعلام بخير بخير اللهم لك الحمد. ما شفتوش مع الكتاب الكتاب باش كبرنا في عقلنا كاملين وفي كل الرصاصين وطريقة عادي باش قريت 60 لوا ولا عندي انترمي عالم وبلاد كنت كنا بنخدم دابا في التصوير عالم لو قريت دابا انا قريت حتيفا حاتم شنو اخر كتاب قريت؟ اخر كتاب دابا بنخدم واحد العيب على اللي بنوز على التنويم المغناطيسي الحمد لله بخير بخير.